الرحمن الرحيم. اليوم حاليا بالشهر 25/12 طبت مجاميع دراجات ليس معرفة، والدولة يعني شافتها بالحدود حاملين العمليات السكين الطعن يطعنون بالمتظاهرين، واحنا هاي القطوعات سويناها حاليا هسه على حماية المتظاهرين، ليس يعني اذية عندنا ويا المتظاهرين، وليس عندنا حرق وما عندنا كل مشكلة لا حرق ولا فشي، بس على مود المتظاهرين وعلى مود ساحات الاعتصام احتفاظ. محافظة كربلاء جوا جسر الضريبة شارع السلامة. تحيات. الوضع جيد جدا، ما في مشكلة، تعامل ويا المواطن.